نقرأ القرآن جماعة ونتعبد بتلاوته الصباح، هل ذلك شيء من الشرع؟ وهل نخالف في السنة أو غير ذلك؟ وجدت لو قلت كلمات فقط، لأن الموضوع موضوع تكتب فيه الكتب، ولكن كلمات قليلة أحاول أن أضع فيها الصورة أو أن أتكلم بحروف قليلة يمكن أن توضح هذا المقصود. كما أعلم فإن كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنة، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية أو غير ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنة سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نجد أنفسنا على نص شرعي مركب يضع بين نقطتين أو بين دائرتين فاصلتين. الأولى تؤكد أن في الشرع أن الشرع شيء ثابت مستقر لا يمكن الزيادة فيه ولا الإنقصار، لكن هذا لا يسوقنا أو لا يقودنا إلى مذهب الظاهري وإلى ابن حزم الظاهري وإلى غيره من أولئك الذين حنطوا الفقه وجمدوه وقالوا عنه أنه كتاب الله المثبت وسنة رسوله المحكمة التي لا يمكن أن نزيد فيها شيئا. لا نقول لكم الدين، لأن الله تبارك وتعالى قال: لما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالجنة كامل حجة إلى يوم القيامة، لكن تظل بعض الأفعال حدثت فيها حديث صلى الله عليه وسلم، وبها تبين لنا أن البدع والمقصود بالبدع هو استحدث في الدين لكن ليس أصلا من الدين، ولا يمكن أن يكون فرعا يضاف إلى الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدث في عهده بعض الأمور التي رأى فيها الحسنى والكمال والجمال فأبقاها وأضاف إليها الدعاء لأصحابه. فلجم أحد الصحابة كرم الله عليه وذهب إلى بلاد النصارى ووجد بعض المصابيح أو وجد شيء من المصابيح فجاء به إلى المدينة المنورة ونور به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بين قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا إلى المسجد ووجد المسجد قد تزين بأنواعه وقد استضاف بضوء آخر، حتى كره صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: من نور علينا مسجدنا؟ هذا الفعل الذي فعله هذا الصحابي لم يكن فعلا فعله رسول الله ولا رغب فيه ولا أوصى بفعله، ولكنه كان من سلوكه أو من سلوك هذا الصحابي الجليل. رأى بأن المسجد ينبغي أن يتزين بالأضواء المليئة ففعل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني فعله وإنما دعاه بالخير وأوصاه. وليس الشيء من القصة الأخرى وهي المرأة التي وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على جذع الشجرة، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى الصنائعي وقالت له: اسمع، منبرا يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلت بالفعل وجاءت في يوم الجمعة إلى المسجد ووضع ذلك المسجد، وضع ذلك المنبر فلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها بكل خير. فهذا الفعل كان في حديث صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه قصص أريد أن أصل بها إلى غاية سوف أصلها. الفعل الثاني كان في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد جاءه عمر بن الخطاب وقال إلى أبي بكر: إني أرى القرآن أهله ينظرون إلى الله عز وجل. وذلك من يقصد به أن الصحابة أصبحوا يخشون يعني كثرة الغزو إلى آخره. فما رأيك أن نجمع القرآن؟ أي أن تجمع الصحابة التي كانت موجودة في بيوت في بيت سيدة عائشة رضي الله عنها. فقال له يا عمر: إنه كيف أفعل شيئا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال به عمر بن الخطاب حتى أخذه إلى هذا الفعل، وحتى قام أبو بكر وقال له يوم من الأيام: لقد شرح الله صدر يا عمر لفعلك أو لقولك الذي قلت. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جمع الصحيفة ووضع فيها القرآن الكريم كاملا. هذا فعل كذلك لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله أبو بكر رضي الله عنه. كذلك فعل آخر كان في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو في وضعه المصحف وكتابة الأربع وبعثها إلى الأنصار، إلى غير ذلك من الأفعال التي كلها استحدثت في عهده، منها ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم. القطار الفكري
يوضع فيها الكلام، وهو فعل هذا وهو قراءة القرآن جماعته، وفعل كرهه الممات وقال انه لا يجوز لاسباب مخافة ان يجتمع الناس على القراءة ويفرقوها ويبقوا يتقدم احدهم الاخر الى غير ذلك. لكن نجد ان فعل بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الشام، وقيل انه كان ذلك فيها انهم اجتمعوا جماعة وقرأوا القرآن، وقيل كان ذلك لكثرة عددهم، وبالتالي فكانت قراءتهم واحدة وبصوت مجمع عليه. كذلك وجدت قولا للاستذكار او للحافظ بن عبد البر رحمه الله، قالوا ان قراءة القرآن جماعة ان كانت بترتيبها الصحيح وبوضعها المستقيم، واقصد بها الكلام ان تقرا على حسب الرواية من حيث النطق ومن حيث الفهم ومن حيث القراءة، بحيث لا يقع فيها الخلق والخطأ واللحن فذلك جائز. ومن قلنا انها تعتبر بدعة حسنة. ونذكر في عمر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ثم كتاب الله ويتربصون الا احفظهم على